يا اسطى اللي انت بتقوله ده يا اسطى هو ده عرض اصلا ولا ده مخرج؟ يا عم صلي على النبي في قلبك بس، اقسم بالله انا لو جبت حته عيل صغير في اللغات هيعمل عرض افشخ منه. وبعدين هو مش فالح لنا بس اللي هو اقول لك ايه، انا افشخ مخرج في مصر، افشخ مخرج في القاره، انا اعلى قال ليه يا عم؟ بتقبض 35 مليون دولار في السنه، ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين ده مش تنصيب حركه لدول الممثلين، هو قال ايه؟ جاب لي فرقه السعودات من الشيخ حسنين وبيقول لك عامل بروجرام. يا عم صلي على النبي في قلبك. قوم يا اسطى اللي يترشح لي اصلا اللي يدخل يا اسطى، اقسم بالله ده لو عدى اصلا من نواد المسرح يبقى من الله. ايه اللي انت بتقوله ده يا عم؟ اقسم بالله يا اسطى احنا بس يتقال علينا كده هم منه هندغدغ الدنيا وهناخد اول، ولا بقى عرض ده مين ولا ازاي؟ عليكم اخويا المدرعه اللي الطبقه منه مربعه، ايه افشخ مخرج في القاره؟ ايه يا اسطى الحلويات دي؟ اقسم لك بالله لا انت اول والله. شوف احنا من قبل ما نعرض انت اول يا اسطى، انا مش لسه قايل لك ان هو والله العظيم ثلاثه انت اول قوم كمان يا اسطى. ايه الحلويات دي يا اسطى؟ انت راسم حته كيروجراف اقسم بالله ما يتعمل اصلا في المنصوره يا اسطى. ايه الحلويات دي يا اسطى؟ يا اسطى من غير اشاعات ادب والدار اخوات صلي على النبي.